أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال بأن جبل الطور أفضل وأشرف جبل على وجه الأرض، وهل هو أفضل من جبل حراء؟ لا يقال شيء إلا بدليل، لا يقال شيء إلا بدليل، لكن جبل الطور له فضل لأن الله أقسم به، ولأنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وغار حراء لم يرد فيه فضل، غار حراء لم يرد فيه الفضل لمكة جميعا، البلد الحرام لمكة جميعا بجبالها وبقاعها، ما كان داخل الأميال فهو حرم وفاضل، ومنه الجبال فإنها من الحرم، جبل حراء وغير جبل حراء. نعم.